الكعبي يزاحم هالاند ومبابي في قائمة هدافي العالم. الجريدة 24 قالت بأنه في مفاجأة مميزة لعشاق كرة القدم العربية والمغربية، دخل النجم المغربي أيوب الكعبي قائمة أفضل هدافي العالم من سنة 2024 وفقا للتصنيف المحين الذي نشره الموقع العالمي فوتبول داتياز. واحتل الكعبي الذي يلعب في صفوف النادي أولمبيكوس اليوناني المركز السادس برصيد 32 هدفا، معادلا بذلك عدد الأهداف التي سجلها النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد، ومتفوقا على أسماء عالمية كبرى مثل كريستيانو رونالدو. ويعتبر وجود الكعبي في هذه القائمة إنجازا كبيرا لكرة القدم المغربية، إذ يضعه جنبا إلى جنب مع لاعب كبار من الطراز العالمي، مما يؤكد مكانته كلاعب هداف وأحد أبرز المهاجمين في الدوريات الأوروبية هذا الموسم. ما يجعل هذا الإنجاز مثيرا للاهتمام هو تقدم الكعبي على كريستيانو رونالدو الذي جاء في المركز الثامن برصيد 31 هدفا، وهو ما يعكس مدى التألق الذي يعيشه النجم المغربي هذا العام. ويحتل رونالدو الذي يعتبر من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم مركزا متأخرا مقارنة بالكعبي، ما يضيف المزيد من القيمة لنتيجة اللاعب المغربي. لم تكن هذه القائمة مقتصرة على الكعبي فقط من بين اللاعبين العرب، إذ ضمت أيضا القطري أكرم عفيف الذي جاء في المركز العاشر برصيد 30 هدفا، مما يعزز من الحضور العربي في هذا التصنيف العالمي المميز. عفيف الذي يعتبر من أبرز نجوم كرة القدم القطرية يستمر في تأكيد جدارته وتفوقه على المستوى الدولي، وتصدر القائمة السويدي فيكتور ويو كيريس مهاجم سبورتينغ لشبونه البرتغالي برصيد 40 هدفا متفوقا بفارق مريح عن أقرب منافسي، في حين جاء الصيني ليو يو في المركز الثاني برصيد 38 هدفا، ليؤكد أن الكرة الآسيوية لديها لاعبها المميز الذي يستطيعون المنافسة على أعلى مستوى. بعض الأسماء الكبيرة الأخرى التي تضمنتها القائمة تشمل أيضا الإنجليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، حيث سجل كلاهما 35 هدفا ليحتل المركزين الثالث والرابع للتوالي. هذا تصنيف يسلط الضوء على الأداء المذهل لأيوب الكعبي خلال عام 2024 ويعزز مكانته كنجم عالمي في عالم كرة القدم المغربية. والتوفيق لأيوب الكعبي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على الأزرار الثلاثة، إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، تشجيعا لنا لنستمر في تقديم كل ما هو أفضل بإذن الله. وأهلا وسهلا بكم في قناة العين تي في.